الموضوع الذي يقض مضاجع الحكومة السويدية وغيرها من الحكومات الأوروبية فيما يتعلق بقضايا اللجوء، ألا وهو اختفاء اللاجئين من الأطفال والمراهقين القادمين إلى السويد بدون صحبة ذويهم. توقعات بأن تتزايد حالات اختفاء هؤلاء بشكل كبير العام الحالي وأعلى من أي عام مضى. ووفقا لتقارير صحفية، فقد سجل هروب 313 طفلا ومراهقا من الأماكن التي وضعوا فيها حتى الآن من العام الجاري، مقارنة ب 420 طفلا كانوا قد اختفوا خلال العام الماضي بأكمله. وحسب مصلحة الهجرة السويدية، فإن مخاطر كثيرة قد تواجه هؤلاء، أولها تعرضهم للعنف أو أن يكونوا هدفا للبغاء. فالتساؤلات كثيرة تدور حول كيف يمكن لهؤلاء الأطفال مثلا الحصول على الطعام وتدبير المال، وربما قد يتعرضون للمقايضة بتقديمهم خدمات أخرى مقابل حصولهم على المال. مصلحة الهجرة تعتبر أن أحد أهم أسباب زيادة عدد هذه الحالات أن الكثير من الأطفال والمراهقين تعبوا من انتظار حصولهم على مساعدة من الجهات المعنية، وفضلوا ترتيب رحلة عودتهم إلى بلادهم بأنفسهم. الحياة بالسويد يمكن مش مثل ما الإنسان تصورها، أو أنه فترة الانتظار لبت بطلب اللجوء طويلة كتير. من الأسباب الجديدة هي أنه السويد هلأ عم تغير قوانينها، فما عادت مغرية جدا من ناحية أنه الشخص بده يلم شمله، أو أنه مدة الإقامة في السويد أصبحت كتير قليلة. 13 شهر ما بتغري أي إنسان أنه يسكن بالسويد، لأنه ما رح يحصل على الأمان والاستقرار اللي هو طمعان فيه. مسؤولية البحث عن اللاجئين الأطفال تدخل ضمن اختصاصات الشرطة، لكنها تعطي الأولوية فقط للبحث عن الأطفال الذين رفضت الهجرة طلب إقامتهم في السويد. أما فيما يتعلق بباقي الأطفال فلا تقوم الشرطة بملاحقتهم. إدارة الموارد الاجتماعية عملت منذ فترة على رفع جهوزية مراكز الخدمات الاجتماعية بما يتناسب مع الحاجات، حيث تم وضع فريق عمل مختص من أولوياته معالجة قضايا اللاجئين الأطفال الوافدين دون ذويهم، ولكن حالات الهروب لا تزال تتزايد.